إنها الرابعة عصراً، الوقت المناسب لتنفيذ العملية بتوقيت المجرمين. عصابة نفذت عملية سرقة وكأنها مشهد من أفلام الهوليود. العصابة استأجرت محل بجوار محل لصياغة الذهب في بغداد، وبحجة تعمير المحل وتحويله لمخبز، فتح ثقبا في الحائط مع محل الذهب عندما أغلق للاستراحة عصرا. دخلت العصابة فسرقت الذهب ثم هربت. استغلوا فترة غيابي اللي هي من الساعة 1 للـ5، فترة غدا وصلاة، وصار اللي صار. اكتشفت العصر جيت المحل ما بي كل شيء، طبيت عبارة عن فتحة من المحل المجاور اللي هو مخبز. بعد معرفة انه المحل يغلق خلال هاي الفترة، واضافة الى انه المصوغات الذهبية كانت معروضة، تمت السرقة مو من الخزينة وانما من الذهب المعروض. العصابة المكونة من 4 أفراد ملثمين سرقوا 13 كيلوغرام من الذهب، وعند خروجهم سرقوا كاميرات المراقبة. الكمية المسروقة من الذهب تقدر بمليار دينار، كما يتحدث صاحب المحل الذي يطالب بتدخل الجهات المعنية في حادثة سرقته. أطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني مشكور والسيد وزير الداخلية المحترم أن يدخلون شخصيا، يعني مصيبتي كبيرة والمبلغ مو عائد لي فقط، المبلغ بتجار أصدقاء يساعدون ينطون بالآجل. وبعد الحادثة تم رفع دعوى قضائية من قبل صاحب المحل، وبانتظار نتائج التحقيق من قبل الجهات المعنية علها تصل إلى خيوط سرقة المحل للقبض على العصابة. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.